السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. كثير من الأسئلة بتجي على موضوع المكملات الغذائية الأساسية اللي هي الكرياتين، البروتين، الأحماض الأمينية والبري ورك اوت، انه كيف بستخدمهم. فبهذا الفيديو بدي اشرح لكم ان شاء الله كيف تغطي استخدام هالمكملات الغذائيه الاساسيه. خلينا نبدا واحد واحد. اول شيء بدنا نبدا بالواي بروتين. حاول تفكر شوي منطقيا بالواي بروتين، شو فرق الواي بروتين عن البروتين العادي اللي عم تاخده من الاكل؟ انت وقت اللي عم تاكل وجبه لحم، الجسم ممكن يحتاج 10 ساعات، 12 ساعه، 14، 16 بحسب الانزيمات الهضميه اللي عندك وبحسب قابليه جسمك على الهضم مشان يهضم هالكميه هي، تمام؟ فوقت اللي انت عم تاخذ واي بروتين انت عم تختصر الزمن، عم تخلي الواي بروتين يدخل في مجرى الدم باسرع وقت ممكن، 20 دقيقه، 30 دقيقه، كمان بحسب الفروقات اللي بينك وبين شخص ثاني. فاذا الواي بروتين الادفانتج تبعه هو سرعه الهضم. وقت اللي انا بدي اخذ واي بروتين بدي احطه بوقت يستفاد جسمي من البروتين بسرعه. امتى هالاوقات هي؟ الوقت الاول هو الوجبه الاولى صباحا، وقت اللي انت تفيق الصبح. اول ما تفيق الصبح انت بتكون نايم 7-8 ساعات. في ناس بتفكر 8 ساعات كثير للنوم، بس 7-8 ساعات انت كلاعب حديد بتوقع انه هذا رقم مناسب. وقت اللي تنام 7-8 ساعات وما في تغذيه بجسمك بدك تفيق الصبح وتحط بروتين مشان يعمل شيء اسمه جلايكوجين ريبلانشمنت، مشان يفوت في مجرى الدم ويعوض الخساره يلي صارت بجسمك اثناء ال 8 ساعات الماضيه، تمام؟ هذا الوقت الاول. الوقت الثاني لاستخدام الواي بروتين هو بعد التمرين مباشره. تقريبا نفس الموضوع يلي راح يصير معك اثناء فتره النوم، ولكن بانتنسيتي اعلى، بشده اعلى. وقت اللي انت عم تفوت تتمرن تلعب لك 45 50 دقيقه، ساعه او اكثر من ساعه بحسب التمرين اللي عندك، راح تخلص جسمك منهار، عضلاتك استهلكت ماده الجلوكوز اللي مخزنه فيها. نحن بنعرف اوريدي، انا حكيت بفيديوهات كثير انه الجسم بيخزن الجلوكوز بمكانين، الكبد والعضلات. فانت وقت اللي عم تتمرن عم تستهلك مخزون الجلوكوز اللي في العضلات، فبتجي بتخلص الجسم بده ياخذ الواي بروتين. نعرف انه الجلوكوز راح ياخذه من الكربوهيدرات، ولكن كمان الواي بروتين له دور في اعاده بناء الخلايا العضليه يلي تم هدمها اثناء التمرين. فلذلك الوقت الثاني هو بعد التمرين مباشره. كيف بدي اخذ الواي بروتين، او بالاحرى كم سكوب بدي استخدم الواي بروتين؟ هلا انت بدك تحسب شغله، انه الواي بروتين ما راح يكون هو مصدر البروتين الوحيد اللي راح يفوت لجسمك خلال اليوم. انت مثلا محتاج كميه 200 جرام خلال اليوم، تمام؟ فبتشوف اكلك كم عم يغطي. خلينا نقول عم يغطي 150 جرام من البروتين، بتجي بتطلع على البروتين هو عاده بحدود ال 25 جرام للسكوب الواحد. خليني اشوف هذا. فعلا 25 جرام بروتين في السكوب الواحد. فانت اذا محتاج 50 جرام، فاذا راح تاخذ 2 سكوب واي بروتين مشان توصل لاحتياجك اليومي اللي هو 200 جرام بروتين، تمام جماعه؟ بتمنى الفكره تكون وصلت. 150 من الاكل بيتم عندك نقص 50، ال 50 بتاخذها من هون، من هون راح يعطيك 2 سكوب بروتين راح يعطوك 50 جرام. فانت تصطفل، بدك تاخذ 25 الصبح اول ما تفيق، 25 بعد التمرين بيصير. اذا انت بتحب تاخذهم كلياتهم بعد التمرين كمان انتحر. فاذا هذا هو افضل توقيت لاستخدام الواي بروتين. اوكي جماعه، EAAs من B1 Supplement. شو فائده الاي اي ايز، او بالاحرى شو هي اي اي ايز؟ اي 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 اختصار ل essential amino acids. essential amino acids معناتها الاحماض الامينيه الاساسيه. هلا انت ممكن تعرف انه الاحماض الامينيه الاساسيه نفسها اللي موجوده هون موجوده في البروتين العادي، موجوده في الطعام، موجوده في البيض، السمك، الدجاج، اللحم، موجوده في مصادر البروتين، وحتى موجوده في البروتين العادي اللي انا هلا كنت عم بحكي عنه. فعادي جدا انك تسالني، طيب انا هلا عم باخذ بروتين وعم باخذ احماض امينيه من البروتين اللي في الاكل، فليش بدي استخدم اي اي ايز؟ الاي اي اي الفرق هون هو سرعه دخوله في مجرى الدم. فلذلك بصراحه انا بشوف الوقت الوحيد، يلي هو كويس لانك تستخدم الاي اي ايز هو اثناء التمرين الشديد العالي الشده الهاي انتنسيتي، وقت اللي انت تروح تلعب ساعه ونص رجلين. انت بسموه ماسل كتابوليزم، الانهيار العضلي او الفشل العضلي اللي عم توصل له تقريبا بكل جوله راح يتعب عضلاتك ويستهلك الجلوكوز اللي موجود في العضلات بسرعه اكبر. فلذلك الاي اي ايز راح يفوت في مجرى الدم بشكل اسرع ويعمل لك او بالاحرى بيساعدك بالريكفري مشان تقدر تخلص تمرينك بشكل صحيح. هلا السؤال بيتم انه كم بدي استخدم اي اي ايز؟ بحسب المعادله اللي حكيت لك عنها،
بالنسبة لموضوع البروتين والأكل. كمان خلينا نرجع للمثال نفسه، كان عندك مثلا 200 جرام بروتين في اليوم وأخذت منهم خلينا نقول 150 من الأكل وأخذت 25 من الواي بروتين، بتم عندك 25 تأخذهم من الإي اي ايز. فإذا لازم أنت توصل لاحتياجك اليومي بغض النظر إن كان واي بروتين أو إي اي ايز أو أكل. أوكي جماعة، بالنهاية بدي أتشكركم على المتابعة، وبدي أتشكر السبونسر الجديد للقناة اللي هو B1 Supplement. من هلأ ورايح إن شاء الله رح يكون هو الراعي الرسمي لقناتنا.